فيك، شكرا لك. لالا فاطمه من القنيطره، صباح الخير، اهلا وسهلا. كيصبحتي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله اختي. نعم، كيصبحتي انت مزيان؟ مزيان اختي الحمد لله. الحمد لله، هذا هو الاساس. الله يدوم علينا حالك. الحمد لله. نعم، تفضلي، شنو تعطينا اليوم؟ غنعطيك واحد الدجاج بالعظم. دجاج محيد له العظم ياك؟ اي اختي، ناخذ واحد الدجاجه كبيره ديال 2 كيلو ونص باش تجي كبيره زوينه. وكنديروا اختي 200 غرام ديال الكاشير محكوك غليظ. نعم. اللي ما كتبغيش كاشير تصوبوا ولا ما ديروش، يعني تستغنى عليه. نعم، عاودي بلاتي بلاتي لاله فاطمه، عاودي لنا شنو قلتي؟ دجاجه؟ دجاج كيلو ونص. كيلو ونص، ارفعي لنا صوتك شويه. 2 كيلو ونص. اها. نعم. 200 غرام ديال الكاشير محكوك غليظ. 200 غرام كاشير محكوك غليظ. 200 غرام فرماج محكوك غليظ. 200 غرام ياك؟ فرماج. نعم. تا هو محكوك غليظ. وربعة البيضات. ربعة البيضات. وشوية المعدنوس. شوية المعدنوس. ومليحة والإبزار والموطارد. ملحة، بزار. أه. وموطارد. من نقاو ديك الدجاجة من العظم نغسلوها تكون ناشفة مزيان نشفة كاع بشي زيت وندردرو عليها مليحة والبزار. وندهنوها بالموطارد. ونقبضوا دوك ربعة البيضات، كل بيضة نضربوها مزيان باش تعطينا ورقة بشوية المعدنوس ومليحة وبزار وشوية الموطاغ، نضربوها مزيان ونقليوها تجي ورقة. كل بيضة بوحديتها، يعني عندنا ربعة تاع الدوائر في البيض. ومين تلقوا اختي ديك الدجاجة من دهنوا هذاك الشيء، نحطوا دوك ربعة الأومليطات مستفين فوقها. نعم. وندردو عليهم الكاشي وندردو عليهم الفرماج ونلويو بحال غنديرو بودان. ونعقدوهم بالخيط. نعم. ندخلهم اختي للفرن في الطاوله ونغطيهم بلا ما بلا زيت بلا زبده بلا والو. ومن يتغطى من حسب طابت نعاودوها نخليوها تحمر ونقدموها ريحه تجي هائله هائله. ان شاء الله نجربوها على فاطمه. نعم، والسيده ماشي مشروط على هذه الفواكه وليده، ديرها حلوه، دير الفواكه جافه معسلين، يعني دير على حسب الاختيار ديال السيده. اختي غنعطيك واحد العصائر جداد. كناخذ واحد جطره الماء يكون فوق العافيه. جوج لترو الماء. اه يكون مغلي، هو فوق العافيه غير يغلي. انا نكمل لك. وكناخذ هذوك لي باطوني ديال الريغليز ديك الحلوه. وجمعه كبار ديال لا سيترونات الحامض. جمعه كبار. نعم. الحامض. ونخليو هادشي يطبع 10 دقائق. اييه. ونستغطيو ونديرو في القرعه، يعني راه رائع. نعم. صافي اختي وكيتقدم بان. نعم، ان شاء الله نجربوا هذه الوصفات. ونعطيك لاباس ديال السكنجبير. كناخذ 100 غرام سكنجبير محكوك منقي. 100 غرام سكنجبير محكوك منقي. ويعني السيده تيجربوا هذه العصائر وما يندموش، ما كيكحلوش ما كيتأوكسيداوش ما كيحلوش. نعم. كندير يطرد الماء طايب عليهم. يطرد الماء طايب. ونخليو تيبرد في مره ونطحنوه مزيان ونديروه في قرعه في الثلاجه بحال هذا انسيغو. مع اللي كنبغيو كنجبد واحد ربيع الكاس منه ولا نص كاس ولا كاس على حسب السيد شحال غدير. اما زيد فيه عصير ليمون ها هو عصير واحد. اما زيد فيه عصير اناناس ها هو عنده عصير واحد اخر. اما عصير تفاح اما المون. نعم، يعني الانسان كيبقى ينوع. اما ليبطون اما اتي بارد. نعم، دون ذكر اسم انت. يعني حفينه الخزامه ولا حفينه الورد تكون كبينا على ما طايب وصفينا وزدنا على ذاك العصير ديال السكنجبير. يعني تاخذ السيده اي حاجه تطلب فرن حر. نعم، يعني غير سيله، يعني راه عجيب. نعم، ان شاء الله غادي نجربوهم. بالنسبه غادي نسول قبل ما تغادرينا لاله فاطمه، اش كتحضري اليوم في نص من رمضان؟ الكسكسو. الراجل ما خرجش وسع الكسكسو ياك. ضروري خاص الكسكسو اليوم. انا من عقلت وحنا كنديروا كسكسو ما كنبغيش نبدل ديك. نعم. يعني كتبقاي محافظه على العادات والتقاليد. زوين الروايه الخضره كطيب بوحديتها واللحم بوحديتو. شي نهار غنعطيكم الوصفه كل ان شاء الله. ان شاء الله على الرسول. تبارك الله عليك، شكرا لك لاله فاطمه.